شهد منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم في مدينة المنصورة بالدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث يعكس نجاح المبادرة في تحقيق الأهداف الخاصة بها. وفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيه للكيلو واللحوم البلدي بسعر 310 جنيهات للكيلو في عدد من المنافذ المتحركة بمدن الدقهلية ومنفذ ثابت بالمنصورة. النهارده كنا في قريه بدين، معانا لحوم مجمده مستورده، فكانت باسعار متميزه جدا جدا، نالت قبول كتير من الناس. ناس كتير جدا، كان عندنا اقبال رهيب. الحاجه تقريبا ما كملتش معانا اكتر من ساعه في التوزيع. طبعا النهارده ثالث قريه بدين المتواضعه، يمكن العربيه يعني ما استنتش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، والحمد لله يعني يعتبر اقبال كثيف جدا من الناس، ويمكن احنا ده بيشجعنا ان احنا نجيبها اكتر من مره واكتر من مكان في قريه، واكتر كمان على مستوى كره مركز المنصوره بالكامل. ما شاء الله ما شاء الله، يعني حياه كريمه ووفرت فرصه كبيره للناس، يعني وان هي عملت حاجه حلوه، انجاز كبير والبلد كبيره، يعني بصراحه في امس حاجه ليها. حياه كريمه تعتبر مبادره كريمه لكرامه الانسان المصري، والحمد لله ان سياده الرئيس والقائمين على هذا العمل بيصلوا الى كل مكان في مصر.